السلام عليكم، فيديو جديد، معلومة جديدة وعلم ينتفع به. كتير جدا من البنات سألتني عن ايه هو الروتين المناسب للبشرة الدهنية او البشرة المختلطة المايلة للدهنية واللي مشاكلها كتير، وممكن الاهمال فيها او عدم اتباع روتين معين لها ممكن يتسبب في ظهور حبوب وبعد كده اثار ومعاناة بتزعل البنات جدا. فقلت اختار لكم كام منتج كده واعرفكم اسعارهم واديكم رينج ليه او اختلاف او كذا منتج مختلف، وليكم حرية الاختيار في اختيار المنتج، ولكن يعني على حسب السعر واي واحد فيهم، وبيكون ان شاء الله كل واحد فيهم كويس جدا. فاول حاجه بنستخدمها هي بتكون الغسول. ايه هي الغسول المناسب او ايه هو الغسول المناسب للبشره الدهنيه او البشره المختلطه المايله للدهنيه؟ هو اول واحد، رقم واحد، هو توبيجنت الازرق، وده مايل للدهنية للبشرة الدهنية أو المختلطة المايلة للدهنية. وهكتب لكم إن شاء الله على الشاشة الاسم والصورة وكمان السعر. تاني نوع غسول مناسب للبشرة الدهنية هو السينوبار غسول، وسعره 95 جنيه، حاجة كده يعني مناسبة لكل الناس في الحدود. وعلى فكرة السينوبار من الحاجات اللي بتناسب البشرة الدهنية والبشرة العادية والبشرة الجافة عادي يعني، بس ممكن يزود الجفاف شوية يعني، لكن من ناحية التنظيف فهو غسول يعتبر قوي جدا وسعر مناسب جدا. في لو طلعنا شوية بالسعر، في إيزيس فارماتين جل ده ب 160 جنيه، وفي الافيني كليننس جل ده ب 175 جنيه. ده بالنسبة للغسول، وبنغسل بيه 3 مرات في اليوم. بعد كده مفروض ان احنا بنغسل كويس بالغسول عشان ننظف المسام ونفتحها. مفروض ان احنا بنستخدم تونر او قابض للمسام عشان نقفل المسام بعد تنظيفها. وطبعا من اشهر التونر الشعبي واللي في متناول الجميع هو مية الورد، ويا سلام لو عملناها مكعبات مية ورد في التلاجة. وممكن كمان نعمل حاجة ظريفة جدا، ان احنا نجيب مية الورد ونحط فيها ورق نعناع فريش ونسيبه شوية بحيث ان هو ايه ينزل الخلاصة بتاعة النعناع، بعد كده بنصبها في مكعبات ونحطها في التلاجة، وكل يوم بنمشي مكعب على وشنا. او التونر بتاع شركة نيفرتاري اللي هو تونر ماء النعناع ده ب 30 جنيه، حاجة بسيطة خالص. والكلاريفاينج تونر من كليو ده ب 200 جنيه، والسيباكلار تونر من شركة حياة ب 129 جنيه، والافكلار من لاروتش بوزي ب 225، ده ايه الاعلى وكويس جدا. طيب مفروض ان احنا كمان في روتين البشرة الدهنية او في روتين اي بشرة المرطب، ففي نوع مرطب حلو جدا 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 للبشرة الدهنية دايما بشكر فيه وبيعجبني نتاجه جدا في العلاج، وهو السيتروبانتين كريم، وده كريم طبي زي البانسينول والبي بانتين ب 28 جنيه اعتقد، وفي ماده الساليسيليك اسيد ودي حلوه جدا للبشرات اللي بتطلع حبوب، في زيت شجره الشاي اللي كويس جدا للبشرات الدهنيه واللي بتطلع حبوب. فالسيتروبانتين في النيتروجين هايدرو بوست ب 150 جنيه بس، حلو جميل مش وحش. دول اعتقد انسب مرطبين للبشره الدهنيه او المختلطه البينه المايلة للدهنية. يا رب تكون استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان القناة تكبر بيكم وليكم. وان شاء الله اي حاجة انتم محتاجينها سيبوها لي في الكومنت، وانا ان شاء الله اعمل موضوع عن كل حاجة بتسألوا عليها.